احنا جايين النهارده في الحقيقه عشان نعلن عن انطلاق دواء جديد. احنا كشركه ايفا فارما شركه مهتميه بصحه المريض المصري بنعلن عن توفر دواء جديد يعتبر من الجيل الجديد من المسكنات ومضادات الالتهاب الامين على المعده. الدواء اهم مميزاته زي ما قلنا هو الامان للدواء على المعده. الميزه الثانيه انه بيستخدم بجرعه مره واحده في اليوم، فده طبعا بيدي فرصه احسن للعيان اللي بياخد كذا دواء انه ما يبقاش عنده مشكله في عدد المرات اللي بيستخدم فيها الدواء. والدواء متاح طبعا ومتوفر، طبعا بننصح انه يكون استخدامه تحت اشراف طبي. مجموعه جديده اللي منها الدواء بتاعنا النهارده مجموعه الكوكسيب دي تتميز بانه مفيش معاها مشاكل جهاز هضمي الى حد كبير، لكن زي اي حاجه تانية برضو لازم استعمالها يبقى تحت اشراف طبي وعند اللزوم والفتره محدوده، الجرعه محدوده عشان ما تؤديش الى ظهور مشاكل اخرى. المجموعه دي بتستخدم في عدد كبير جدا من الامراض الروماتيزميه زي مرض خشونه غضاريف المفاصل، مرض الروماتويد مفصلي المزمن، مرض التهاب العمود الفقري التهابوسي، مرض التهاب النقرس الحاد مثلا، واي مشكله اخرى موجوده في الجهاز الحركي بتعمل الام روماتيزميه، يعني ألم ورم تيبس، ممكن هذه المجموعة لأنها مضادة للالتهاب ومسكنة في نفس الوقت تبقى ليها قيمة مهمة جدا. المريض محتاج حاجة تضيع الألم وفي نفس الوقت معدته تعبانة، الحل يبقى إزاي؟ طلع الجيل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في المؤتمر الصحفي جيل جديد من الأدوية كفائتها في تضييع الألم عالية جدا، مش كده بس، اتعملت أبحاث تقارن القدرة على السيطرة على الألم بين الأدوية الجديدة اللي هي ما فيهاش مشكلات او مضاعفات بهذا الشكل مع الادويه الثانيه اللي هي بتعمل مضاعفات والمشكلات باعلى جرعات، ترى تقريبا نفس الكفاءه بتسيطر بدون ما يحصل هذه المشكلات. طبعا النهارده اذا كان ده انتاج مصري جديد احنا بنشجع طبعا الصناعه الوطنيه ونشجع الانتاج الدوائي المصري اللي هو يتميز، وبندعم ايضا ان يكون متميز بالكفاءه والفعاليه ودرجه الامان، وايضا ان يكون سعره في متناول المريض المصري. هذه الحمله واطلاق هذا العقار بيتابعه او بيكون جنبا الى جنب معه ايضا حمله توعيه لمشاكل جهاز الحركي بصورة عامة، وحملة توعية لمخاطر مشاكل الجهاز الحركي وكيفية أن يتعامل الإنسان مع الجهاز الحركي بصورة آمنة.